نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من عاهد زوجته ألا يتزوج عليها وبعد مدة احتاج للزواج، هل يكون ناقضا للعهد إذا تزوج؟ كافر عن يمينه، هذا حلف، حلف أنه ما يتزوج عليها أو تزوج كفر عن يمينه، والزواج مطلوب والحمد لله، ولا يجوز له أن يستمر على ترك الزواج. الزواج مطلوب، تزوج ويكفر عن يمينه. نعم.